السلام عليكم الاخوان والاخوات. انا غادي نخيط معكم داك التريكو اللي فصلت البارح. احنا غادي نلاقيو الخلف مع الامام. دائما تربطي تربطي الغرزه بعد تبغي تبدا، تربطي الغرزه بعد تبغي تنتهي. غادي نهز الكمامة، أنا نشدها من الوسط ونحطها على الخياطة ديال الكتاف. نثبتها بالفنيتة ونخيط. غنجمع الكمامة من المعصم ونهبط في الخياطة. انا خيطت دابا واحد الجهة، نكمل جهة اخرى وانا معكم. ها البنطة ديال اليد، ها هي غادي نطوي على جوج وغنخيطها ونقلبها. ها الكمامة قلبتها، خيطة قلبتها على جوج. غنجيب الخياطة على الخياطة ونلقي الكمامة مع البندا. البنطة ديال التريكو من تحت هي نخيطها ونزيدها من الداخل من الجنب. غنقلبها بحال ديال الكمين. انا تنزيدها من التحت من الخيط، تنشد الخيط على الخيط. ها الكول هو غادي نطوي على جوج. باقي غادي ندوز عليه السورجي، غندوز عليه السورجي.
انا كنلصق الخول ها هو كيبان ها هو كامل ها هو كامل